أهواء التاسعة ما زال مستمراً، وبرنامج التاسعة مع الزميل العزيز يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. وازاي الفل؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا نور؟ ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ وحشتنا من امبارح. يبارك فيك ربنا. موضوعاتك كتيرة متنوعة النهاردة، لكن طبعاً موضوع كفر الشيخ النهاردة والإطلالة الشديدة اللي مصر أطلقتها يمكن من 3 سنوات في موضوع الذكاء الاصطناعي، وكنا شاهدين على أول روبوت شفناه في مؤتمر شباب العالم صوفيا. والدولة من هذا الوقت أو يمكن قبلها شوية انتهجت نهج مغاير ومختلف، إنه عايزة يكون ليها مكان ما بين الأمم المتقدمة في موضوعات الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة. شفت الموضوع ده النهاردة إزاي؟ شفته من غير ذكاء اصطناعي بصراحة. أقول لك ليه؟ مش عايز أصدمك يعني. ماشي. لأنه أنا وجهة نظري إن الدولة ماشية في خط، مش بس هو مسألة إنه إحنا بنستثمر في دراسة أو مشروعات متعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى آخره. الدولة في مصر واخدة قرار إنها تعمل ثورة في مجال البحث العلمي والتعليم الجامعي لو ما بعد المدرسة. لأنه علشان أبقى عندي ثورة في مجال زي الذكاء الاصطناعي لازم في عندي أصلاً جامعات مؤهلة لذلك. وعلشان كده احنا بدأنا نشتغل على ان احنا بنبني جامعات جديدة او بنفتح جامعات جديدة، بنخلق بروتوكولات تعاون ما بيننا وما بين جامعات كبيرة برة، وفي نفس الوقت بنطور الجامعات بتاعتنا اللي موجودة زي ما احنا شايفين النهاردة مثلا الجامعة في كفر الشيخ بقت عاملة ازاي. اللي يشوفها كويس يلقي عليها نظرة من الداخل ومن الخارج الاثنين مع بعض كده، يحس كأنه دي جامعة اتعملت من اول وجديد، لانه اللي فات صحيح. كان شيء واللي موجود دلوقتي شيء تاني. الاستثمار في البحث العلمي واللي بينص عليه الدستور المصري اللي صدر في 2014 بيتحقق خلال ال3-4 سنين اللي فاتوا دول أكتر بكتير مما نص عليه الدستور المصري، مش بس في أوجه الإنفاق ولكن في حجم الاهتمام اللي بتوليه الدولة لده. بحث علمي يبدأ من سنة أولى جامعة. صحيح. الإنجاز والبنية التحتية، وده اللي كنا بنتكلم فيه أنا ونهى. نهى طبعا هتضيف، طبعا عندها إضافة مختلفة. هي الفكرة بس يوسف أنه ما بين كل التفاصيل اللي بتقولها وفي الحقيقة هي مهمة جدا في اللقاء اليوم في كفر الشيخ. أنا بشوف من وجهة نظر المتواضعة جدا أنه فكرة الحوار المفتوح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الطلاب وكم الود والشفافية والمصداقية والتحضير للمستقبل، التحضير لجمهورية جديدة، أعتقد ده مشهد بارز ولمسني أنا شخصيا اليوم في كفر الشيخ. صحيح. مش عارفة إيه رأيك في المشهد اللي احنا ما كناش متعودين عليه قبل كده في الحقيقة؟ ما علشان مش متعودين عليه قبل كده هو ده المبهر في الموضوع. بالزبط. الولاد اللي موجودين في الجامعة دول اللي هم عمليا قد عيالي مثلا على الأقل، فمش قد عيالكم ولا حاجة، قد عيالنا. الولاد والبنات دول دي العيال اللي نقول عليها كده بالبلدي كده، دي عيال تفرح. والله دي العيال اللي تخليك تبقى قاعد مطمن على مستقبل البلد دي، لأنه عمليا هم هذا الحاضر. الأطفال الزغنططين بقى اللي قد عيالكم جدا قد كده، هم دول بقى مستقبل البلد. فإذا كان هذا الحاضر بهذا الشكل المشرف المحترم الرائع المبشر جدا، فما بالك كمان بإذن الله سبحانه وتعالى بالمستقبل. هاخد من كلمتك يا يوسف، هو فعلا شيء مبشر، وعايزة أعرف توقعاتك لبكرة إن شاء الله يبشرنا بمباراة مصر وتونس. تفتكر النتيجة هتكون إيه؟ هنكسب يا رب. والله بجد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني. بالمباريات الاخيره اللي احنا مشيناها دي انا مش خبير رياضي خالص يعني، ممكن كريم رمزي يبقى فاهم اكتر مني بكتير في الموضوع، بس على الاقل بعين مشاهد عادي جدا برضو احنا كده هنكسب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. بس طبعا ده هيزعل الغالية بن علي لانها جايه لنا النهارده. فطبعا هي اكيد بتشجع منتخبها، ده حقها 100%. واحنا نشجع مصر، ده مما لا شك فيه. والعزومه موجوده. والعزومه على حسابك. هنسيب. شكرا يا يوسف، يعني نستمتع طبعا بحوارك وبضيوفك وفقرات مختلفة في برنامج التاسعة. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا مصطفى. شكرا يا نوى. شكرا لكل صناع التاسعة. ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.